أقيم بالقرية الفرعونية انطلاق فعاليات أول القوافل الطبية لعلاج مرضى السكر، والتي يصل عددها إلى 120 قافلة طبية. تشمل القوافل الطبية الكشف على المواطنين وتقديم المشورة الطبية والعلاج بالمجان. احنا قعدنا نجهز القافلة دي تقريبا بقالنا أسبوعين. طبعا احنا مش دي اول قافلة نعملها، احنا بقالنا فترات طويلة جدا بنعمل قوافل، والغرض او الهدف منها اللي احنا نوصل لأكبر عدد من المرضى، وبنحاول في كل قافلة احنا بنعملها بنوصل للناس اللي هي الحالة الاجتماعية بتاعتها قليلة، بحيث نوفر لهم حد يكشف لهم، حد يحلل لهم، كمان بنديهم الأدوية مجانا. الحقيقة احنا يعني بنعمل قوافل كتير، مثلا حوالي دلوقتي 120 قافلة. يعني الأعمار بتيجي من هم صغيرين خالص لحد كبار، كل مختلف الأعمار بيجي، وأنا ماسكة الصيدلية وبنقدم الأدوية الخاصة بكل بعلاجات السكر، ابتداء من التهاب الأعصاب لحاجة تمنع أي كومبليكيشن عند المريض، وحاجة كمان تعالج الألام، وبنحاول نقيس له السكر مجانا، والعلاج بيكون مجانا، وصرف الادويه كمان بيكون مجانا. وانا مبسوطه ان انا بشارك في حاجه زي كده النهارده، وبنحاول نخلي اكبر كميه من الناس تيجي وتستفيد من اليوم دون. نقدر نعتبر ان المشروع ده كنوع من المسح او السيرفي اللي بيتعمل على منطقه زي المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي، على اساس زي ما كلنا عارفين عايزين نعرف ايه الأعمار السنية اللي بيبقى منتشر فيها المرض أو بيظهر فيها المرض. وكانت من المفاجآت إن إحنا لقينا زي ما كنا إحنا بنقسم السكر لنوعين، في النوع الأول وفي النوع الثاني. النوع الأول ده اللي هو بيعتمد على الإنسولين، اللي كان بيسمى في السابق قبل كده السكر الشباب، ولكن وجدنا ان مش التقسيمه القديمه دي ما بقتش واقعيه قوي. يعني لقينا في اعمار بتظهر في العشرينات ما كانتش موجوده قبل كده، اللي هي بتعتمد على النوع الثاني اللي هي الاقراص الفميه، دي ما كانتش موجوده قبل كده. ايه السبب؟ ممكن طبعا نسب التلوث او الاجهاد او